السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد أمين أول الشيخ إن جلسات التشاور التمهيدية تهدف إلى إنقاذ الحوار، كما أنها تعتبر فرصة للطبقة السياسية من أجل تدارك الفرصة ونقاش مختلف القضايا وتحديد تاريخ محدد للحوار. وأضاف أول الشيخ خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن الباب ما زال مفتوحاً أمام جميع الفرقاء من أجل المشاركة في جلسات الحوار وتحديد جدول أعماله. أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية أصدر بيانات متزامنة اعتبر فيها أن جلسات الحوار التمهيدية لا يمكنها حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وبينما اتهم المنتدى وسائل الإعلام العمومي بمغالطة المواطن وخداعه، دعت مؤسسة المعارضة النوام إلى الوقف الفوري لجلسات حوار 7 سبتمبر. قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد إنه رفض المشاركة في جلسات الحوار التمهيدية بنواكشوط بسبب أنها ليست جامعة لكل ألوان الطيف السياسي في البلد، وبالتالي فإنها لن تخرج البلاد من الأزمات التي قال الحزب إن البلاد تعاني منها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب بنواكشوط وحضره زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى جانب بعض أعضاء الحزب. أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاستثنائي مرسوما تطبيقيا لمدونة الصيد البحري في موريتانيا، والتي تحدد آليات عمل قطاع الصيد وسبل منح الرخص وتنظيم فترات التوقف عن الصيد زمانيا ومكانيا. التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد المحم، التقى السفير الأمريكي بنواكشوط لاري أندري بمقر الحزب المركزي في نواكشوط، وتطرق اللقاء للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، كما ناقش مستجدات الساحة الموريتانية على مختلف الأصعدة وخصوصا الصعيد السياسي منها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.